مساء الخير عزيزي المشاهد، نحييك نرحب فيك في حلقة جديدة من برنامجك واتساب كويت واتساب كيو 8. احنا الليلة الحلقة التاسعة ما شاء الله، الأيام تركض. حلقتنا الليلة عزيزي المشاهد حلقة منوعة، أمنية، سلاحية، حشيشية، مخدراتية، فكرية، يعني شاملة متكاملة، أكيد راح تستفيد منها في النهاية والأسر وكل من له علاقة بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. قبل أن نطلع على الهواء مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا الليلة، خلونا ناخذ الاستراحة الوطنية الجميلة ونرجع لكم مرة ثانية بعد هذا الاختيار الطيب من أخواننا الفنيين والمخرجين وسواهم. خلينا نشوف المادة هذه. عدنا إليك ثانية عزيزي المشاهد. مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، الليلة حلقتنا أمنية ولكنها فيها نصيحة، فيها الود، فيها الجهد الطيب اللي يبذلونه رجال الداخلية من أجل راحتنا والسهر على مصلحتنا ومصلحة هذا الوطن الحبيب. باسمك عزيزي المشاهد أرحب بأخوي اللواء محمود الطباخ، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية. مساك الله بالخير وحسين. مساك الله بالخير أخوي، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الهدية الطيبة اللي أعطيتنا. الله يسلمك يعني. ما كلك دور مع المباحث يخرعون، بس هدايا شيء جميل هذا. سلامة عمرك، حياك الله. احنا سعداء بوجودك معنا على الهواء الليلة. طبعا عزيز المشاهد، عندنا أيضا من الأشياء اللي راح تسعف البرنامج وتغني البرنامج، عندنا طبعا إن شاء الله بعض المداخلات الهاتفية اللي راح نعلن عنها في حينها، اللي راح تثري البرنامج وراح نعلن عن أسماء الضيوف الأعزاء اللي راح يكون معنا. أخوي بحسين، اليوم أنت حضرتك قبل شوي جاي من المؤتمر، أو اليوم كان عندكم مؤتمر إقليمي حول الملكية الفكرية، ما الجديد في هذا وما هو هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. بداية أتقدم بالشكر وبجزيل الشكر وعظيم الامتنان لاستضافتنا لإيضاح بعض الأمور الأمنية وكيفية مكافحة الجرائم بأنواعها. ولهالأسباب طبعا ودنا نتطرق كذلك على المؤتمر طبعا كان حقوق الملكية الفكرية تحت رعاية سيدي سعادة الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية، وبحضور سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم من دولة الإمارات. نعم، من دولة الإمارات. وأمانة كذلك حضر السيد أليكس من الأمانة العامة للإنتربول نائبا عن الأمين العام، وتم التطرق على الجرائم الانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهي حملة ينظمها الإنتربول على الصعيد العالمي وتستخدم فيها جميع الوسائل الإعلامية كأفلام فيديو ومواقع إلكترونية وشبكات التواصل، وتكون مركزة على مسائل ذات صلة بالجريمة المنظمة كذلك، مرتبطة لها علاقة. نعم نعم، وهناك جهود مبذولة على المستوى العالمي للتخفيف من وطأة الجريمة المنظمة، ولا يخفى على الجميع بأن الجريمة تتطور من فترة إلى فترة أخرى، والجريمة المنظمة تكون ضالعة بشتى أنواع المنتجات كالسلع الغير مشروعة والأدوية المقلدة والمخدرات والأسلحة، وحتى الاتجار بالبشر في بعض الدول، وكذلك النصب والاحتيال وباستخدام الجرائم الإلكترونية. وهذه طبعا في قضايا سجلت وتم الفصل فيها وضبط العديد من القضايا عن طريق إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وطبعا عندما يتقدم الشخص المجني عليه يقع في أيدي النصابين ويستغلون هذه الوسائل، فبدوره يتقدم ببلاغ رسمي للجهات المعنية
وعلى ضوءها يتم التواصل. كذلك إجراءاتنا تكون قانونية باستصدار أذونات وترتيب معه، سواء كانت النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، ويتم التوصل للجاني ومعرفة بياناته، ومن ثم يتم عملية ضبطه ومواجهته فيما ارتكب من جريمة. نعم. طيب ما هو تعريف الجريمة الإلكترونية أبو حسين؟ هناك طبعا الجريمة الإلكترونية تدخل في العديد من القضايا. مواقع التواصل دخلت فيها جرائم المخدرات، الجرائم اللي هي النصب والاحتيال، الجرائم طبعا في مع الأسف ظاهرة هذه حاليا دخلت على باستخدام طبعا الشباب، وظاهرة هذه إن يطلعون في مقاطع فيديو أو السناب شات أو في فيديوهات معينة طبعا يقومون بتصوير، سواء كانت أمور مخلة بالآداب أو منافية، فيفكرون بأن الموضوع هذا خاص فيهم وهذا طبعا إذا هو خاص، ولكن عندما ينشر يساءل صاحب المقطع. وهناك قضايا كثيرة تم التطرق لها في أمور وفي لقاءات سابقة، وتم اتخاذ فيها طبعا إجراءات قانونية وصلت إلى الحبس، وهناك قضايا قادمة ما يتعاملون فيها الإدارة. طبعا الجريمة الإلكترونية دخلت فيه كافة أنواع الجرائم، ما اقتصرت على جريمة معينة، سواء بالأسلحة، تجار بالبشر والمخدرات، وهناك مواقع إباحية يتم تعميمها من خلال موبايلات وغيرها وسواها، والله في مواقع كذلك تكون خارجية يتم رصدها عند دخول صاحب الموقع أو صاحب العرض اللي بيقوم بعمل منافي، سواء كان رجل أو امرأة. من يقوم برصد هذه الأعمال المخلة بالأمن والآداب والأخلاق وغيره؟ عندنا إدارات، إدارة خاصة متخصصة، عندنا إدارات تكون متعاونة طبعا الإدارة العامة للمباحث الجنائية، هناك 10 إدارات متعاونة كلها كأسرة واحدة. ولا نخفي كذلك هناك في 6 محافظات مدراء محافظات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، هناك 16 إدارة. اليوم المعلومة إذا جت مثلا عند ضابط من العمليات يجمع المعلومة يعطي القضية لصاحب الاختصاص، إن كانت هناك جريمة مخلة بالآداب يضعها أمام إدارة حماية الآداب للتجار بالبشر، إذا كانت القضية فيها مخدرات نعطيها لإخواننا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. نعم. كمعلومة هم أصحاب الاختصاص وعلى دراية بالتعامل أفضل مما إحنا نتعامل، لأنهم أصحاب الاختصاص. نعم. اليوم تجيني قضايا فيها نصب واحتيال إدارة جرائم المال، في قضايا معلومات تجيني نصب واحتيال من خلال التواصل مثلاً. التواصل وفي أمور تصير طبعا بلاغات رسمية، واليوم تجيني معلومات عن طريق إدارة الانتربول، بإمكاني أن أنا أزود المعلومات لأي إدارة معنية بأي بلاغ، سواء جينا عن طريق الانتربول أو إدارات. ولا يخفى على الجميع بأن كثير من المواطنين الشرفاء قدموا لنا بلاغات وتم التعامل معهم بكل مصداقية. يعني في ناس تعاون معهم. نعم اللي طبعا فيهم غيرة على البلد، سواء مواطنين وكذلك في وافدين لا أبخس حق الآخرين. صحيح. هناك من يتعامل معنا بكل مصداقية، ولا هو بلاغ كيدي حتى أنه ينتقم من الشخص. نعم. ومع ذلك نقوم بإجراء التحريات، وبعد ما نأكد جدية التحريات هذه نستصدر للتأكد من الحقيقة. نعم نستصدر. أعتقد عندنا فيلم أبو حسين عن الملكية الفكرية حول نشاطكم الأخير، ممكن نشوفه مخرجنا دشتي أبو عدنان.
عملت وزارة الداخلية بدولة الكويت على تعزيز وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق مع الانتربول، بما ذلك من أهمية القصوى من الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وتبادل المعلومات لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومن بينها جرائم الملكية الفكرية. وهذا ولم تكن دولة الكويت بعيدة عن بقية دول العالم في هذا المجال، حيث قامت بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وتكافح الاتجار غير المشروع. وعلى مدى 50 عاما مضت وهي في تطور مستمر، وانطلاقا من توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري يشجع على الإبداع ويحمي حقوق المستثمرين ويوفر الفرص والإمكانيات لجذب مختلف الاستثمارات والمشاريع. أيها الحضور الكريم، تشهد معظم دول العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة نموا متسارعا وتطورا ملحوظا على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرن 21. وبالتزامن مع الطفرة الرقمية برزت القرصنة وللأسف الشديد والانتهاكات للملكية الفكرية التي تمثل تهديدا حقيقيا يعيق التنمية الشاملة. ومسيرة التحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة، من هنا بدت حماية الملكية الفكرية مطلبا ملحا. المقطع اللي شفناه القصير هو طبعا حول المؤتمر اللي بدا اليوم بحسين عدل اليوم، نعم، في الجميرة بيتش، وسمعنا كلمة لسيد الفريق سليمان الفايد وكيل وزارة الداخلية، وايضا لضيف الكويت العزيز الفريق ضاحي بن خلفان. نعم المؤتمر مستمر لمتى؟ حتى تاريخ 3/6 يعني 3/6. نعم حتى يوم الأربعاء إن شاء الله. إيش معنى اختار الكويت؟ طبعاً في مراسلات تم إعدادها في نهاية ديسمبر، مخاطبين الأمانة العامة للإنتربول، ورأينا إحنا أن هذا المؤتمر إقليمي شرق آسيا وشمال أفريقيا، وكذلك حبينا نبين ان الكويت قاعدة تكافح الجريمة هذه. نعم. بالذات الجريمة المنظمة. لان كثير من الاشخاص يستغلون التكنولوجيا الحديثة والمنظومات اللي طبعا تكون مستخدمة بكل حرفة ودقة مرتكبي هذه الجرائم. وبغينا نبين للأمانة العامة للإنتربول وكذلك دول العالم بان الكويت سباقة في مكافحة هذه الجرائم كلها بأكملها، وبالأخص حقوق الملكية الفكرية. وطبعا بدعوة من سيدي وكيل وزارة الداخلية سعادة الفريق سليمان الفهد، فرحبوا كما سبق بأن كنا من ضمن الوفد المرافقين لسعادة الفريق عندما اعتماد دولة الكويت جواز الانتربول من ضمن الدول اللي اعتبرت بجواز حامل وثيقة الانتربول كذلك. هذه تبين مكانة دولة الكويت بالتعامل وطبعا التعاون مع الأمانة العامة للانتربول، وكذلك تزويد الأمانة العامة للانتربول بالقضايا اللي يتم ضبطها
والأسلوب الإجرامي المستخدم بتلك القضايا. هناك في قضايا تكون مثلا غريبة على كثير من المجتمعات. في إحدى القضايا تم عرضها بوثائق إلى الأمانة العامة الانتربول بشهادة من منتسبي الأمانة، قالوا هذه أول مرة تمر علينا قضية قاموا فيها أخواننا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الحبوب المخدرة بطاولات اللي تستخدم في أجهزة البخار وال يعني مخشوشة بالطاولة وعليها كفر من الفورميكا وفوقها الخام أساس أنه لما تكوي الملابس تستخدم هالطاولات هذه. فكانت محشية هالطاولات كمية كبيرة. هني طبعا الأسلوب الإجرامي هذا كل دول العالم تستخدم هذه الطاولات في المنازل كوي الملابس فاستغربوا من عملية استخدام. هناك كمية من قطع غيار سيارات تم استخدام ما خلوا شيء. يعني المجرم يطور نفسه وأنتم كإدارة عامة للمباحث أكيد عندكم من أجهزة الرصد والكفاءات اللي تتابع هذا المجرم بشكل أو بآخر. لابد أنك تطور نفسك إذا تبي تقعد على الحال اللي أنت فيه. فما راح تضبط القضايا هذه. ولله الحمد هناك قضايا وثقت بأرقام قياسية بجهود رجال المباحث. قضايا المخدرات تقصد؟ جميع أنواع القضايا سواء كانت مخدرات، قضايا السطو، قضايا القتل، العديد من القضايا. هاي بعض الصور أبو حسين الضبطيات تحب تعلق عليها أبو حسين؟ هذه طبعا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هم عندهم القضية هذه وكانوا يتعاملون فيها طبعا بكل سرية كإدارة عامة منفصلة عن إدارة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية. قاموا بدور صراحة يشكرون عليه وعلى جهودهم طبعا. وسعادة اللواء عبد الحميد العوضي يكون مشارك في الكثير من القضايا مع القوة أول بأول يتابع. نعم متابعته لأنه هو ابن الإدارة، هو تقريبا من المؤسسين لهذا الجهاز. من سبق سواء كان سعادة المحافظ السابق أقول أستاذي الكبير عبد الله الفارس ومن أتى بعد أبو عبد الرحمن وكذلك نعم كل احترام والتقدير له. ولا يهون سعادة الفريق غازي العمر هم تعلمنا منه الكثير في هذا الجهاز. واللواء عبد الحميد العوضي تتلمذ على يد أستاذنا الكبير العنبو عبد الرحمن السادي عبد الله الفارس الحمد لله. الأسبوع اللي طاف اللي هو محمود كان فيه لقاء مجتمعي الثلاثة اللي طاف 26 الجاري حول الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر غير مرخصة وتحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وأنا كنت أحد الحضور ممن دعيت. فكان الجو العام جو جميل جدا. نعم. جو مريح، ما تحس انك قاعد وسط رجالات الداخلية من كبار الضباط يتقدمهم معالي الوزير. هكذا لقاءات، هكذا تجمعات ركز عليها معالي الوزير خصوصا في موضوع فيما يتعلق بشقي الأسلحة والمخدرات. نعم. أنتم كإدارة عامة للمباحث كيف تتابعون هكذا أمور وكيف تقومون على علاجها ووضع النقاط على الحروف؟ طبعا القانون هذا صدر، القانون رقم 6 عندما صدر ومنحت فترة 4 أشهر لتسليم الأسلحة طواعية، كانت طبعا عملية الفرقة هذه تحت إشراف الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وحاليا طبعا بعد ما صدر قرار من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإنشاء إدارة عامة لمباحث السلاح يترأسها أخونا وشقيقنا اللواء فراج الزعبي والعميد عبد الرحمن الصهيل، كل التحية والتقدير لهم، قايمين بما وصلنا له من
المرحلة اللي فيها جمعنا كمية من الأسلحة، وحاليا طبعا هم مستلمين زمام الأمور. والحملة الوطنية لما طالبوا فيها كثير من المؤسسات كانت بتوصية من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكانت مناشدة طيبة بدأ فيها من عن طريق مخاطبة الديوان الأميري مناشدة لأبناء الأسرة. وبالفعل من قام بتسليم أسلحته في بداية الأمور طبعا اللي حصلت أحد أبناء الأسرة، وأنا كنت مستلم هذه الأسلحة. نعم. يعني معالي الوزير بلش مناشدته لأبناء الأسرة، وبالفعل في منهم من لبى النداء قبل المواطن ومن ثم شافوا العملية. ولكن احنا نقول ان ما فائدة هذا السلاح اذا انت متردد انك تسلمه؟ ولا ننسى احنا لتاريخ 22 اليوم باجي 22 يوم. نعم نعم باجي 22/6 باجي 21 يوم باكر اعتبارا من اليوم باجي 21 يوم. نعم. ليش انطر لما يضكني الوقت؟ نعم. هناك ابواب المكاتب مفتوحة وفي تعليمات، عندك سلاح تحب ترخصه إذا هو من ضمن الأسلحة اللي ترخص أهلا وسهلا فيك، تخضع لاستمارة تعبيها، وهناك ضوابط طبعا ويتم ترخيص السلاح هذا أو أمر الشراء المحلي طبعا، فالأبواب مفتوحة. ليش أنا أخفي السلاح؟ وهناك أمر آخر، من يقوم باللحظات الأخيرة يرمي هذه الأسلحة في الشوارع أو في حاويات قمامة. وأنا أذكر في حالات صارت لما من الله علينا بنعمة التحرير بعد الغزو العراقي الغاشم، هناك طبعا المرحلة الأولى صدر مرسوم رقم 94 لسنة 1992 لجمع هذه الأسلحة. نعم. هناك كانت قيادة تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، كانت مخفر العديلية بالمخفر العديلية. نعم. بالفعل وجمعنا كميات هائلة من الأسلحة والقذائف وأطنان من الذخائر، لأنها كانت مرمية بالشوارع، هذه كلها مخلفات الغزو العراقي. واستطعنا جمع ما يقارب 29,543 قطعة، ومنها صواريخ ومضادات، وتقريبا ما يعادل أطنان كبيرة تعدت 120 طن من الذخائر. فرجعت العملية في سنة 2005 كثرة استخدام هذه الأسلحة سواء كانت بالمناسبات أو الأعراس، وفي بعض الجرائم استخدمت الأسلحة طبعا حتى في المولات وبعض المولات والمجمعات. هذه طبعا خليني أنا أتكلم بصفة عامة عن الأسلحة اللي هي الأوتوماتيكية هذه طبعا خزني وخزك، وهذه الأمور صار البني آدم قام يشيل سلاحه معه وين ما يروح. يعني حتى في كثير من المواطنين يذكرون إذا أنا صار في سوء فهم بيني وبين أي مواطن أو أي شخص بالشارع ما تعرض له أتشكر منه ولا أتأسف وأمشي لا أتجادل معاه. وصلت مرحلة فعلا في كثير من المواطنين قامت تخاف نعم. كثرت هذه يقول كذا أعطاك طراق على خدك الأيسر أعطى خدك الأيمن. نعم. فكثرت الجرائم وكثرت أحداث وإصابات أدت إلى وفيات، وحينها صدر مرسوم بسنة 2005 المرسوم رقم 4 بإعادة العمل بقوة جمع سلاح لكثرة الإصابات ومستخدمي الأسلحة لا مبالاة طبعا ولا احترام للقانون. نعم. هناك إحصائيات تبين فيها إصابات كثيرة وأدت إلى وفيات. نعم. نعم. سنتابع الحديث حول هذا الموضوع، ولكن معنا على الخط الآن الأخ الدكتور نايف المطوع، إخصائي نفسي مرخص في ولاية نيويورك، إخصائي علاج تنويم مغناطيسي معتمد من الرابطة الوطنية لإخصائي التنويم المغناطيسي، بس لا ينومنا على الهواء، عضو في الجمعية النفسية الأمريكية، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الكويت. مساك الله بالخير دكتور نايف. الله بالخير، اهلا وسهلا فيك. سعداء انك تكون معنا على الهواء، بس يرحم والديك لا تنومنا انا واللو ابو حسين. ترى نايم انت عارف. حياك الله. احنا حديثنا دكتور
مثل ما تابعت حضرتك، وانت حضرتك كنت احد المدعوين للقاء اللي تم الثلاثاء الماضي، وكان لك دور ومشاركه طيبه. بعجاله، ما الذي تقوله حول ظاهره تفشي المخدرات وايضا الاسلحه؟ من هو المسؤول؟ الاسره، الانسان، الوضع، يعني نبي خلاصه. شوف. هذا تفضل تفضل دكتور. خلنا ناخذ مخدرات اول بعدين ناخذ. تفضل. المخدرات يعني اكو اكثر من سبب الواحد يجربها. في طبعا في شيطانه وصبيانه، وان الواحد يجب يعني يحاول يخلي الثاني يجربه، وهاي يعني شيء يعني معتاد وما يعني مو شيء ممكن يشكل خطوره كبيره، لكن هم شيء المفروض الاهالي يكون واعيين من هالشيء. من الشخص اللي ممكن ياخذ الخطوه؟ يعني هو يعني غالبا الناس اللي ياخذون المخدرات ويعني الخفيفه، خلينا نقول اللي تمهد الطريق حق المخدرات اللي اكبر، مثل ايش المخدرات الخفيفه دكتور؟ يعني فرضا اللي يحشش، اللي ياخذ حبوب، مو يعني فرضا الحشيش ما هو شيء ممكن واحد يدمن عليه، لكن طبعا استخدامه يضر. نعم. فشي يصير يكون فرضا شخص قاعد يداوي نفسه، يكون شخص عنده مشكله نفسيه، يكون عنده قلق، فرضا توتر حاد، يشوف والله لما يحشش والله قاعد يرتاح، ما يعني ان المجتمع ينظر للمشاكل التوتر ومشاكل نفسيه نظره مو سلبيه، يبقى انا حششتي احسن من ما اروح دكتور نفساني. تمام. فالاهالي لازم عينهم على عيالهم، اشوف اذا احد عنده مشكله بالاكتئاب فرضا، يمكن هذا الشخص يمكن يعني يروح ياخذ كبتي، للكبتي يقعده اذا هو عنده خمول. فالبدايه تكون بعض الاحيان تكون والله تجربه، ويشوف ان الشعور بالنسبه له هو قاعد تشيله من الوضع اللي هو فيه، وبعدين يصير في تكمله. بس طبعا تعرف هي مثل الزحلاقيه، الواحد لما يبدي يجرب شيء قد يجرب شيء ثاني وثالث، وبعدين ينصاد بشيء ما يقدر يكسر الصله فيه. فهي جدا مهم الاهالي عينهم على عيالهم، اذا شاف احد فيه يعني يتوتر وايد، يعصب وايد، مكتئب، ودوا احد يشخصه، لنا يعني 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 نمسك يعني نمسك الشيء من بدايته ويتعالج، يعني يعالج نفسه. في مجال للعلاج المبكر للحالات هذه دكتور نايف؟ اكيد اكيد اكيد. نعم. يعني في، وبعدين الوعي ترى الوعي الواحد عندنا دكتور. عندنا وعي مجتمعي، عندنا وعي اعلامي، عندنا متابعه بالامور هذه دكتور؟ لا صراحه. وبعدين انا من الاشياء اللي تخرعني اكثر واكثر، اقول لك انا كاب يعني انا عندي اولاد، يعني الشيء اللي يخرعني اكثر واكثر كمية الأولاد اللي يحششون وما يرجعون، يعني فتلقى خمسة ستة مع بعض ربع، واحد طلع حشيشة تحشوا مع بعض استأنسوا، واحد منهم يروح وما يرجع. يعني أكو بعض الناس يعني شلون يروح وما يرجع؟ يعني يبتدي يهلوس، يبتدي يروح طريق أمراض نفسية. ويكون صدفة، يكون كنا قاعد يلعب رولات بالمسدس، تعرف يعني. يعني مو كل واحد يحوشه، بس أكو ناس تركيبة مخهم ما يسمح لهالتجارب. يعني الواحد يكافي الشر من بدايته. ليش انا ولدي باكر اذا عنده مشكله اكتئاب اقعد احقر الشيء يروح حشش يروح لي وما يرجع؟ يعني حضرتك صحبة. تقصد انه نحتضن عيالنا، نقربهم منا بحنان وعطف واخذ وعطاء، ونفهمهم. يعني انا نعم. يعني عيالي، انا اقول لك عيالي كلهم اخوات، الله يخليهم، تكلموا عن المخدرات من البدايه. يعني ما خلي، لان مشكله اذا انت ما تكلم عيالك بهالموضوع، في واحد ثاني عنده أجندة مخفية راح يجاوب أسئلتهم، ويستغل الفراغ هذا. أكيد. ويستغل الضعف هذا. أكيد. أعتقد أنا لو محمود عنده. نعم. سؤال لك دكتور نايف، تفضل. في سؤال حق الدكتور نايف. لا سلامتك، بس ما تطرق له دكتور طبعا هي عن المخدرات. أنا ودي طبعا أولياء الأمور من خلال متابعتهم لأبنائهم يحاولون يشغلونهم في أمور، يعني إشراكهم بعد ما انتهى طبعا فترة الامتحانات، أشرك الولد بنادي رياضي، بأحواض السباحة من قبل وزارة التربية، هناك أحواض مغطاة. احنا بالسابق يوم كنا صغار بالأندية الصيفية نسجل من أول ما نعطل مدام نمسة. نعم. نشغل نقتل وقت الفراغ ونبعد عن أصدقاء السوء، لأن هناك في أشخاص ضعفاء النفوس، يعني الشخص هذا مو صاحب قرار. من هو اللي مو صاحب القرار؟ رب الأسرة مثلا؟ لا، أب الشخص نفسه. الشخص نفسه خاصة من يكون في سن المراهقة. نعم. هذا سريع التحول. نعم وكثير من أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأشخاص اللي هم في عمر المراهقة.
بإمكاني أني أنا أكيف الشخص هذا أخليه يندرج تحت طائلة المخدرات أو السرقات أو أستغل استغلال سيء. وهناك طبعا في كثير من الشباب أنه يكونون يعانون من التفكك الأسري ولا في متابعة من أولياء الأمور، يكون الولد ضايع ما بين الأم والأب أو الزوج الزوجة والزوجة. المهم هذه أمور تصير، وما يمنع أنه طبعا نكثف التوعية، جرعة التوعية التوعية الإعلامية ووسائل الإعلام بأكملها، وجميع مؤسسات الدولة تكون مساهمة مثل ما أمر سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد الحملة الوطنية اللي صارت على جمع سلاح. هناك طبعا تطرق مشكورا بأن راح تكون حملة وطنية ما تقل عن السلاح، ويمكن أهم، لأن من يستخدم السلاح هو بالأساس يتعاطى المخدر ويستخدم السلاح دون يعني ما يكون مدرك فيما يفعل. وكثير من الجرائم التي ارتكبت بعد ضبط الجنات إن كان بنفس اليوم ما تقدر تأخذ منه إفادة وافية، لأنه يكون متعاطي بجرعة تحت تأثير تحت تأثير هذا المخدر. الدكتور نايف معانا دكتور أهلا وسهلا مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. زين ننتقل إلى الشق الآخر اللي هو متعلق طال عمرك بالسلاح. بالسلاح شوف يعني أنا الجانب يعني النفسي في عملية تعلق البعض بالأسلحة واستخدامها في مثل ما قال اللي هو محمود الطباخ في المناسبات وسوا وخلافه، خزني وخزك طقني وطقك. شوف يعني البني آدم ككل عشان يحس بالأمان لازم يكون في قوانين معينة، وقوانين هذه مطبقة على الكل. تمام، لما أكو قانون وما يحترم وما يطبق أو يطبق على البعض ومو على الغير، هذا يخلق في المجتمع، أي مجتمع كان، يخلق يعني عدم استقرار. وفي وقت عدم استقرار يعني تلقائيا الشخص يحاول إنه يكون عنده ما يساعد إذا لا سمح الله صفح الكيل. طبعا إحنا عندنا شيء مو بس نظري، شيء فعلي، يعني سواء صار مع الغزو، طبعا هاي كان شيء يعني سالفة حرجة مرينا فيها إحنا كلنا هني بالكويت، لكن فوق هذا أنت يعني مو ما يخفي على المشاهدين في تلفزيون الكويت إنه يعني القوانين بالكويت يعني يا ما تطلع بس وين تطبق. يعني أنت فرضا لما تشوف إن الكويت فرضا ممنوع التدخين فيها، منو ما يدخن؟ تمام، لما تشوف المطار حتى المسؤولين يدخنون. يعني أنت قاعد بث رسالة للمجتمع إنه يا جماعة الكويت ما هي بلد أمان، القوانين ما تطبق. طبعا انت واحد يشوف التدخين يقول هالشيء يعني شيء صغير ما يصير، بس شيء على شيء على شيء على شيء ما يصير. يعني احنا كمجتمع يا نقول التدخين مخالف يعني ما هو ضد القانون، ها، او نطبق القانون. بس ان نسوي قانون وما نطبقه هذا يخلق. في ختام هذا اللقاء القصير نشكرك، وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى موسعة في مجال تخصصك فيما يتعلق في علم النفس وعلاقته في جرائم الأسلحة والمخدرات. شكرا للأخ الدكتور نايف المطوع، وإن شاء الله نلقاك في مناسبات أخرى. أبو حسين، نعم، كلام الدكتور نايف جدا كان يقول يعني في قوانين ما تطبق ما تحترم تنتهك من قبل أصحاب العلاقة. يقول لك يعني يقول لك في المطار ممنوع التدخين لكن البعض من كذا يدخنون، يعني فيكونون قدوة غير حسنة للغير. في أماكن مخصصة للتدخين بالمطار، وأحب أبين بأن تقريبا العديد من المسافرين حالهم إلى مخفر جليب الشيوخ بحكم تبعية مبنى المطار إلى مخفر الجليب، سجلت عليهم قضايا جنح بخصوص التدخين في المطار. و لا أتكلم عن الموظفين هنا العاملين، حتى الموظفين في منهم من يحاسب. نعم نعم، اليوم يمكن يقول لك الشخص هذا مدخن، ولكن هناك في ضوابط لازم تصير في أماكن مخصصة للمدخنين بالفعل. ويمكن عنده ملاحظات الدكتور ذكرها وهي تكون طبعا صريحة وواضحة. سيد الدكتور كلامه سيد. نعم، وفي منهم من اتخذ حسب المعلومات المتوفرة لي بأن هناك في من يحاسب إداريا سواء كان بالمطار كعسكري
في قيادات عندنا حاسبت كثير من العسكريين سواء كانوا ضباط او افراد. طيب لو ابو حسين قبل ننتقل للاخ العميد عادل الحشاش راح يكون معنا ايضا على الهواء، انتم كاداره عامه للمباحث او كرجال امن بشكل عام كيف تترجمون طموحات وامال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه في عمليه ملاحقه والقضاء على افه المخدرات؟ في فراوله وفي اسماء ما اعرفها تذكرها لنا ابو حسين؟ والله شوف طبعا المخدرات انواعها كثيره، هذه حسب المعلومات المتواضعه عندي، ولكن انا اقول اسباب تعاطي المخدرات. انا اليوم الشخص ضبطته يخالف، خلني ادرس الحاله شنو هي الدوافع اللي خلته يتعاطى المخدرات. نعم. لارتكاب جريمه. ويمكن من يتعاطى مثل ما تفضل الدكتور يقول لك يبي يعيش في جو ريلاكس بيهدي ما يبي خالد. وفي منهم من يطلع من بعد التعاطي ويرتكب ويكون غير مسؤول حتى عن تصرفاته، ضعف الواعز الديني، اصدقاء السوء، ان كانت مشاكل اسريه هذه كلها. نعم. ومثل ما تفضلت هناك انواع كثيره، وحاليا ماده الشبو هي اللي طغت. طبعا ما هي الكويت المقصوده طبعا في فعلا الكويت مقصوده، جميع الدول كثير من الضبطيات نسمع فيها صح. هذه طبعا كبتي ومبتي والشبو والهروين والفراوله وغيره والكيميكال. حاليا هذه ماده جديده ولم تدرج. والآيس كريم والشبو هذه كلها نفس النوعية. وهناك مذكرة رفعت من الإخوان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمديرها العقيد وليد الدريعي ومساعدة العقيد محمد قبزرد، وسبقوهم إخوان بالمخدرات العميد محمد الحريص، رفعوا مذكرة للنيابة العامة نيابة المخدرات بعد ما صارت ان مذكره. بماذا مذكره؟ بتجريم ماده الكيميكال. الكيميكال نعم، وهذه غير مدرجه. ويمكن الايام المقبله تنزل من ضمن تصنف منها بانها تكون من ضمن المواد اللي هي تدرج ويحاسب عليها القانون. هل الكويت مستهدفه في مسائل يعني كل يوم نقرا بالجرايد هالضبطيات مئات الالوف من الحبوب اللي تيجي من برا عن طريق البحر وخلافه، ورجال الجمارك لهم جهد جيد ومشكور. ولا يخفى على هذا الموضوع طبعا على الجميع وعلى عزيزي المشاهد، الإدارة العامة للجمارك تقوم بدور رائع جدا، رائع والله ممتاز. وإذا أقول فوق الممتاز يعني ما تكتفي ضبطياتهم على المواد المخدرة، كذلك هناك بضائع مقلدة ادخلوا لأنهم من ضمن الأعضاء باللجنة. اللجنة المشتركة بيننا وبين مؤسسات الدولة كوزارة الإعلام، جمارك، وزارة التجارة، ووزارة الصحة، هم لهم دور كبير والجميع مكمل للآخر، ولهم ضبطيات يشكرون على جهودهم سواء كانت من الخمور أو المؤثرات العقلية أو المخدرات، واكتشاف أساليب إجرامية جديدة وحديثة وقاعد تعرض على الأمانة العامة للإنتربول وفي المحافل سواء كانت العربية أو الإقليمية أو الدولية. نبين جهود رجال المكافحة وطبيعة عملهم وتفانيهم وتقدمهم وتطورهم في عملية ضبط ومتابعة الجنات ومن يتعاطى المخدرات. العميد عادل الحشاش معانا ويانا. العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. أبو أحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. هلا أخوي أحمد شلونك؟ حياك الله وأقول لك تحيات أخوي اللي هو محمود الطباخ أبو حسين. يا هلا ومرحبا فيك وبإخوان المشاهدين ومن يتابعنا الآن، وشكر موصول لك ولأسرة البرنامج. أحمد أنت رايتك بيضة أمانة كدعم وكإسناد. الكويت تستاهل. أيضا تعزيز الجهود والله أمانة. الكويت تستاهل. الله يسلمك. الكويت تستاهل. الله يسلمك. وأحمد تفضل.
تبي تركز على جزئيه معينه قبل لا ادخل بالسؤال ابو احمد؟ والله والله يعني ابي اسمع منك بس اول شيء سؤال عشان اطرح بس ايضا بعض النقاط اللي بتكلم عنها اليوم، خاصه اللواء محمود الطباخ الامانه كمدير عام اداره العنبه الجنائيه. سمعت الحقيقه ليدر بشد كلامه قبل قليل وتوقف عن نقاط جدا مهمه وجديره فعلا ان نحط النقاط فوق الحروف، خاصة في ظل الآن تزايد نسبة الجرائم وتزايد أيضا النوع نفس الجريمة تغيرت وفلسفتها الآن تبدلت عن السابق. الفئات العمرية الآن كخطر لابد أن نحط خطوط حمراء على الأعمار التي ترتكب هذه الجرائم وارتباطها بالسلاح وارتباطها بالمخدرات وارتباطها في أمور كثيرة. الحقيقة عجبني اللواء محمود الطباخ لما تكلم عن هذه الجوانب وارتباطها ببعض وربطها في السلاح كقضية جوهرية الآن أصبحت عامل مشترك أخوي أحمد لكل الجرائم اللي قاعد تحصل بالفترة الأخيرة إذا ما قلت لنا أغلبها. هذه كلها نقاط أمانة مهمة وواجب أن يعيها من يشاهد من يتابع من يركز فعلا في كل النقاط اللي نتكلم فيها في هذا الموضوع. عميد عادل، هل وزارة الداخلية أو المجتمع الكويتي أو نحن مواطنين ومقيمين على حد السواء بحاجة إلى جرعة إعلامية علمية مكثفة حتى نضع كل إنسان في المربع اللي يستحقه بطريقة حضارية علمية تبعده عن خطر وشر وشرر المخدرات من جانب وتجميع الأسلحة من جانب آخر؟ هل في تكثيف إعلامي في هذا المجال؟ نعم أخي أحمد، أنا بداية لما نتكلم عن الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات واللي انطلقت من بوابة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمشاركة جميع الجهات الأهلية والخاصة المسموعة والمقروءة والمرئية وكل وسائل الإعلام والكتاب، والحقيقة حشد من المؤسسات الإعلامية اللي دعمتنا وأعطتنا الدافع بالاستمرارية وحققت ما حققت الحمد لله من نجاح وانتشار، لابد أن يا أخي أحمد نركز على نقطتين أساسيتين. نتكلم الآن عن قضية أو حملة توعية جمع السلاح في نقطة جوهرية مهمة جدا أخي أحمد، ألا وهي الآن التوعية تفيد في جانبين أساسيين، الجانب الجاهل بالقانون واللي هو يبي فعلا يتعرف على ملامح القانون، واللي هنا دائما نركز نقول والله إذا عنده سلاح وخاشة في البيت وما سلمه ترى العقوبة 5 سنوات و10,000 دينار، واللي ثبت في النهاية أنه بيرتكب جريمة أو في بيع وشراء ترتفع إلى 10 سنوات و50,000. هذه الفئة من المجتمع بحاجة إلى تثقيف لأن هي عندها الوازع بالمسؤولية وعندها إدراك بخطورة الشيء اللي هو موجود عندها داخل البيت، وتبي من فعلا يوعيها بمخاطر هذا الأمر حتى تتفاعل معاك وتستجيب. والجانب الآخر المتردد بمعنى عنده سلاح لكن ما هو عارف مدى جدية وزارة الداخلية في التطبيق، وهل هي فعلا جادة أو غير جادة، أو هي مجرد بس هبة وحملة إعلامية وبمجرد ما تنتهي المهلة ترجع الأمور إلى العادة القديمة. وبالتالي هذه الفئة الآن اللي هنا قاعد نركز عليها ونؤكد من مصداقيتنا بأن وزارة الداخلية جادة إلى نهاية المطاف في تطبيق القانون ولا هوادة. واعتقد بأن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح في لقاء المجتمعي الأخير الأسبوع الماضي وضع النقاط على الحروف وذكر بشكل صريح بأن وزارة الداخلية جادة في تطبيق ولا هوادة، وراح تثبت الأيام مدى مصداقية وزارة الداخلية في تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع. يبقى الفئة الثالثة اللي هو مدرك وعارف بأن التوعية اللي نتكلم عنها هي في المقام الأول والأخير تهدف إلى مصلحة الوطن وأمن المجتمع وأمنه هو وأمن أسرته، لكن هو من داخل الشر وما يبي يتعاون معاك ولا عنده زين. هذا اللي بداخل الشر شو تسوي له عادة؟ عميد هذا الآن المرحلة اللي ما بعد 22/6 احنا راح نتكلم عنها، واللي هو حيشوف العين الحمراء راح نتحدث عنها. العميد اللي هو تفضل ابو احمد. نعم هذه كلها امور ابو خالد امانه يعني جديره ان نتكلم عنها ونوضحها، لان بالفعل يعني هذه الحمله بهذا الزخم الكبير وتلاقي في المقابل من يفكر بانه يخش سلاح ومراد يسلمه، هذا معناته انه قاصد ومتعمد ومدرك بان في النهايه ان السلاح يبيه في البيت ومو راضي يسلمه. هذا الامر في النهايه لا طرق ولا اساليب ولا خطه الان مرحليه اخرى لوزاره الداخليه، وراح تطبقها على ارض الواقع وراح يدرك جديه الوزاره وتطبيق هذا القانون. انا
أتكلم أخي أحمد وما بأخذ من وقت اللي هو محمود الطبان باختصار أحمد باختصار أحمد إيه؟ أنا بس أركز في اختصار في كلمتين أساسيتين ألا وهن اللوحة اللي موجودة الآن خلفك في نعم. الكادر باقي فقط 22 يوم نعم. معناته أن المهلة تمضي معناته الأيام تمشي سريع معناته أن تطبيق القانون بعد 22/6 إذا جانا وبيسلم سلاح نقول له لا ترى هنطبق عليك القانون ترى راح يكون العقوبة هي حليفك حتى لو أنت يبلنا السلاح بعد 22/6 نعم. فبالتالي 22 يوم هي فترة قد تكون مناسبة لكن سريعة هي معادلة نعم. صعبة تطلب نوع من التعاون و الإحساس بمسؤولية المواطن تجاه أمن بلده وتجاه أمن أسرته ومجتمعه وعسى الله يقدرنا وياكم إن شاء الله على دعم هذه الجهود التوعية والشكر موصول لك ولأسرة البرنامج على دعمكم المتواصل وعسى الله يقدرنا إن شاء الله نستمر في هذه التوعية لآفاق أعلى وأقوى وبتعاون وبتضافر وهمة الجميع إن شاء الله يعني نقول حق اللي عنده سلاح الحق يا تلاحق يا تلحق وتسلم يا تلاحق مساعد ابتسمت أبو حسين وإحنا الأخ العميد عادل الحشاش يتكلم ابتسامة ممكن تفسر الابتسامة الجميلة هذه شو عليه كانت طبعا تطرق أخونا كل تقدير وشكر له أمانة ما هي مجاملة على الجهود اللي يبذلها هو وجميع منتسبي إدارة الإعلام الأمني والعلاقات العامة سواء كانت بالحملة ولا في أمور أخرى طبعا بين نقطة قال هناك من يحاول يراوغ أسلم السلاح من عدمه أسلم ما أسلم أو ما تردد أو من يبي يقول أشوف لآخر مرحلة وفي بعض الأشخاص يمكن ما ضافها أخونا العميد عادل يمكن في ناس هم تطرقوا وفي اللقاء الأسري والمجتمعي اللي حصل في من تطرق وسأل سيدي معالي وزير الداخلية الناس تتأخر لربما الدولة تعطي تعويض لا تعويض صحيح يعني مقابل السلاح لا يعقل بأني أكافئ من يخالف القانون صحيح يمكن الدكتور مساع تطرق على موضوع التدخين في ناس سهلون لا عاد هذا السلاح ما فيها أنا شلون أكافئك وأنت عندك سلاح أصلاً ومخالف القانون صحيح أما أن ما يتعلق في أن ينتهي الوقت لا هناك أنا أقول له اسرع وتقدم أساس موضوع السلاح وفي نهاية التاريخ هذا راح تندم مثل ما أمانة قلنا يعني أحكامها مشددة صارت لاحق يا تلاحق لاحق وهذا الموضوع يجب أن يكون بعين الاعتبار إن شاء الله ولنجعل وطننا واحد أمن وأمان أمان يا رب اللهم أمين يا رب العالمين عزيزي المشاهد الحلقة خلصت بسرعة لاحظت لو محمود والله ما عندنا نقاط كثيرة عندي في أمور ولا إن إذا كان في مجال إن شاء الله الحين مع الحلقة مع الأسف شارفت على النهاية في نهاية هذا اللقاء الجميل أشكر عندك كليمة بس أنا ودي أتطرق بعجالة ودي أبين بس بعض الأمور اللي قاعدين يقعون فيها بعض المواطنين ولا المقيمين أن يتعاملون مع اتصالات غريبة من برة ياك تليفون رقم لا ترد عليه يمكن يدق رنة أو رنتين أنت تستغرب رقم برة يقولك تعال أنت ربحت معانا على سبيل المثال سيارة نعم أنت حصل المبلغ الفلاني نعم حطني رقم حسابك إذا تبي سيارة أو ادفع لي ما يعادل $3,000 على أساس أوراق أنت بكل الحالتين مقصوص عليك مقصوص عليك لا أتعامل معهم رقم غريب ما أتعامل معه خلي تكون في توعية هناك أرقام بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وبالأخص بإدارة الجرائم الإلكترونية تبين فيها بروشرات قيمة تبين فيها طبعا طريقة الابتزاز الإلكتروني التقنية والابتزاز مواقع التواصل الاجتماعي احذر منها نبين حق كثير من يقع في أمور تتعلق في مقاطع الفيديو فيما بعد تنشر وقاعد يتحاسبون راقب الأمور الإلكترونية في مواقع تخص حتى تبين جهازك نعم. مخترق أم لا نعم إيه نعم. نتمنى السلامة والأمن والأمان لك عزيزي المشاهد ولهذا الوطن الحبيب وفي الختام ف...
كل التحية والمحبة والتقدير لأخونا اللواء محمود الطباخ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وأيضا لأخونا الدكتور نايف المطوع، ولأخينا العميد عادل الحشاش، ولكل الزملاء العاملين معنا، ولأخواننا كلهم في العلاقات العامة وفي المباحث وفي جميع العاملين في الجسم الأمني الكويتي. اللهم احفظ الكويت، اللهم احفظ الكويت، اللهم احفظ الكويت، اللهم آمين. بحسين شاكر لطفك وحضورك وشرفتنا، وانا جدد شكري لكم ولجميع العاملين، وتحياتي لك على الهواء مباشره، وكل من يقوم بمتابعتنا ودي انه ينور سواء اسرته او ابنائه. ولكم جزيل الشكر. شكرا عزيزي المشاهد، نلقاك الاسبوع القادم قبل الوقت بساعه الحلقه ان شاء الله رقم 10 من برنامجنا ان كنا من الاحياء. مع السلامه، نقولها مره ثانيه، الله يعز الكويت، الله يعز الكويت، الله يعز الكويت، مع السلامه.